ما كانش في اي رابط بين الحالات المتوفية وتعرضهم ل او تلقيهم جرعات تطعيم لفيروس كورونا. حالة من القلق والرعب لم تتملك فقط الأوساط الطبية والصحية فحسب، بل وصلت إلى العامة والشارع إثر تسجيل 32 حالة وفاة في صفوف الأطقم الطبية وأطباء التخدير بالأكثر. والسبب واحد، السكتة القلبية. بالنسبة لموضوع وفيات الأطقم الطبية، خلينا نحصرها وليست الأطباء بالذات اللي ذكرت أو تم تداولها في قنوات التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، هي الحقيقة بدت بداية السنة الحالية وعلت الوتيرة متاعهم في حوالي منتصف السنة. كانت في الغالب من الفئات الطبية وبالتحديد من أطباء التخدير، ولكن في بعض منهم كان من التخصصات الأخرى، وأيضا كان فيه بعض الزملاء من التمريض ومن الفنيين. أحد الحالات اللي هي توفت كان هو أحد أعضاء اللجنة اللي تم تكليفها من وزير الصحة، اللي هو الأستاذ الدكتور عبد المطلب. طبعا كانت الفئات العمرية المتوسط متاعها 35 سنة. كانت أكثر الضحايا كانوا عندهم أكثر من ثلاثة أماكن يشتغلوا فيها بين القطاع العام والخاص. كان فيه بعض الحالات اللي هي تعاني من عندها ضغط، ارتفاع في ضغط الدم، بعض منها في حالتين تقريبا كانوا عندهم حالة سكري، فيه كانت حالتين كان عندهم ربو حاد أو مسمى بالآزمة، وكانت في حالة عندها تعاني من مشكلة في عضلة القلب. قضية أصبحت مادة خصبة لترويج الشائعات والتأويلات وأحياناً للأكاذيب والإحصائيات المزيفة، خاصة مع غياب الجهات الرسمية وفي مقدمتها المؤسسات الطبية في توضيح الحقائق، ما دفع لتكوين لجان للتحقيق في الأمر. لمعرفة الأسباب اللي أدت إلى وفاة الأخوة الزملاء، تغمدهم الله بالرحمة إن شاء الله، تم تشكيل لجنتين. اللجنة الأولانية كانت من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تم تشكيل لجنة من مكتب البحوث والدراسات واللجان العلمية التي قامت بإعداد استبيان. تم فيه حصر الحالات في الفترة بداية في النصف الأول من السنة، وتطرقت لكل حالة بالحصر العمر والوضع الاجتماعي، وإذا كان فيه أي أسباب اختطار من ضغط دم أو سكر أو أي أمراض مزمنة، الحالة الاجتماعية، عدد الأولاد، عدد ساعات العمل، أماكن العمل بالشكل هذا. وكانت في لجنة أخرى تم تشكيلها من قبل السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف، كانت تضم مجموعة من الأساتذة، منها اثنين أساتذة من التخدير، وكان في أستاذ من علم السموم، وعضوين من أطباء الطب الشرعي، وبعضويتنا نحن من النقابة.
ما هي نتائج التحقيقات التي توصلت لها اللجان المتخصصة؟ وعلى تعدد اللجان، هل كانت النتائج متطابقة؟ ما هي الأسباب؟ هل بسبب تطعيم كورونا أم بسبب مادة البنج أم ماذا بالضبط؟ اللجنتين عملت أو اشتغلوا بشكل منفصل، والنتائج كانت متقاربة جدا، بحيث كانت النتائج تنحصر في عدة أسباب، لكن اللي نقوله على رأس القائمة كان هو ارتفاع عدد ساعات العمل للأطباء، اللي أدى إلى وضعهم في حالة نقوله من الضغط النفسي والعصبي، اللي مع وجود بعض عوامل الاخدطار، واللي هي نقوله من ضغط الدم أو السكر لبعض الحالات، ارتفاع عدد الساعات اللي أكثر من الموصى عليها من منظمة الصحة العالمية في 2021، اللي هي كانت 35 ساعة، بينما أن كانت عدد الساعات تصل إلى 72 ساعة في الأسبوع، منها 24 ساعة متواصلة. طبعا هذا كان مصاحب لتناول بعض الأدوية المسكنة لتساعد هذه الفئات. من المسؤول عن نقص بعض العناصر الطبية والطبية المساعدة، مما يضطر البعض منهم إلى تناول المسكنات للاستمرار في العمل، ويعرضهم لخطر فقدان الحياة، وبذلك يخسر الوطن عناصر طبية وطنية لازلنا بحاجة لها ولخدماتها؟ أسئلة إلى جانب تساؤلات أخرى توجهنا بها لمركز مكافحة الأمراض كجهة مشاركة في أعمال اللجان، غير أننا لم نلقى سوى المماطلة من كل الأطراف، ما يثير الاستغراب في تناقض تام بين نتائج اللجان وخطورتها على الكادر الصحي وعلى القطاع، وبين اللامبالاة أو تجاهل أو رهبة المركز للخروج للعموم والتطرق لموضوع هام ومصيري لقطاع مرهق من أزمة كورونا، فزاده عبئا على عبء ثقل المهمة.